كل المصريين اللي بيشتغلوا في الكويت دلوقتي واللي لسه هيسافروا بيسألوا احنا ايه وضعنا دلوقتي بعد ما الكويت نزلت خبر بمنع اصدار اي تصريحات لعمل المصريين عندها، بس وزارة القوى العاملة المصرية ردت على الخبر اللي انتشر. بس يا ترى هتقف تتفرج ولا ايه الاجراء الرسمي اللي هتاخده؟ يلا بينا نشوف الحكاية ايه. انا ملاك ريان، تابعوني. حصلت ضجة امبارح في الشارع المصري وعلى السوشيال ميديا بعد ما نشرت جريدة كويتية ان دولة الكويت وقفت اصدار تصريحات العمل للعمالة المصرية لغاية ما يطلع اعلان جديد، يعني بمعنى مش عايزين مصريين يشتغلوا عندهم. لكن طبعا وزارة القوى العاملة المصرية حبت تتأكد من الموضوع وفي نفس الوقت تطمن المصريين، وقالت ان الوزارة ما استلمتش اي ورق او مستندات رسمية من الكويت عن الموضوع ده، ومفيش اي اجراء هتاخده بخصوصه من غير ما يرجعوا لوزارة الخارجية المصرية. والمفروض النهاردة هيتواصلوا مع بعض عشان يعرفوا حقيقة الخبر او يتنفي خالص، خصوصا ان الصحيفة الكويتية منزل الخبر على لسان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد، وان وجه هيئة القوى العاملة بوقف اصدار اي اذونات لعمل المصريين في الكويت. وقالوا ان السبب في ده ان السفارة المصرية بتخالف القوانين الكويتية في سوق العمل، خصوصا ان الكويت بعتت لمصر كذا مرة تحذيرات بسبب تجاوز وكالات التوظيف للقوانين الدولية في البلد، وان لازم يتفرد قوانين جديدة بخصوص سفر المصريين للكويت، وهيتفرد رسوم وشروط جديدة هدفها منع دخول اي عمالة هامشية وينظموا سوق العمل. الاعلام الكويتي كمان حب يوضح الموضوع اكتر وقال ان القرار بيخص العمل بمذكرة التفاهم اللي بين مصر والكويت اللي بتربط نظام سفر المصريين للعمل في الكويت الكترونيا، وان هدفهم انهم يبعدوا عن نصب الشركات الوهمية والسماسرة اللي بتتاجر بالتأشيرات والإقامة. وزير الخارجية الكويتي قال انه مش محتاج اي ربط الكتروني بين الكويت ودولة تانية خصوصا مصر. لكن ده في نفس الوقت اللي وزارة القوى العاملة أعلنت عن فرص عمل جديدة للمصريين في مستشفيات الضمان الصحي في الكويت، وطالبين 50 دكتور في تخصصات الجراحة والبطنة وأمراض النساء والتوليد، وكمان تخصص طب الأطفال واستشاري وأخصائي أشعة وأخصائي تخدير بمرتبات توصل ل 2000 دينار كويتي، ومحتاجين كمان 200 ممرض وممرضة حاصلين على بكالوريوس تمريض وخبرتهم ما تقلش عن 3 سنين ومستواهم كويس في الإنجليزي، ومدة عقدهم هتبقى سنتين، هتبقى منهم 3 شهور فترة اختبار، ومرتباتهم 400 دينار كويتي، وهيتوفر لهم تذكرة سفر للوصول، وكمان هيتوفر لهم كلهم تأمين صحي وبدل سكن وتنقلات. والوزارة هتبدأ تستقبل الطلبات من يوم الأحد 11 ديسمبر على منظومة التشغيل الخارجي بموقع وزارة القوى العاملة الرسمي، وهيفضل باب الطلبات مفتوح لمدة أسبوعين، أو إنك تروح مبنى الوزارة ومعاك السي في وصورة من شهادة الخبرة وصورة جواز السفر. بس لو اتقبلت لازم تمشي على الشروط الجديدة اللي فرضتها الكويت من يومين، وأهمهم إن بتقدم رسم بقيمة 100 دولار كأصل لقسيمة إيداع نقدي من بنك الكويت الوطني، وأصل كشف الطبي هتطلعوا من المنصة الخليجية ومعتمدة من مراكز طبية معينة، وهتقدم معاهم طبعا جواز السفر وفيش جنائي جديد، أصل شهادة المعامل المركزية وتصديقات عقد العمل من الجهات المختصة في البلدين. لكن قبل ما تاخد أي خطوة استنى قرار وزارة القوى العاملة بعد ما تتواصل مع وزارة الخارجية المصرية وتشوف ردهم على الخبر والتحديثات الجديدة ايه.